في الوقت الذي تستمر فيه عاصفة الحزم في ضرب المواقع الحوثية ومواقع الانقلابيين في اليمن، الميليشيات وحلفائهم، كانت القمة العربية التي رد فيها الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي على ادعاءات بوتين، أيضا اليوم الأمير سعود الفيصل كان له كلمة في مجلس الشورى السعودي يشخص فيها ما حدث. نتابع في هذه الكلمة المقتضبة. إننا لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها. وأمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والخليج والأمن القومي العربي. فكيف إذا جاءت الاستغاثة من بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية تستنجد وقف العبث بمقدرات اليمن وتروم الحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية؟ طيب، لمناقشة يعني هذا الملف وملفات أخرى كثيرة، يرحب معي بالأستاذ سليمان العقيلي، وهو الصحافي السعودي المعروف ورئيس تحرير صحيفة الوطن سابقا. أهلا وسهلا. أهلا سالم، مساء الخير. شكرا لحضورك معنا. أول شيء تعليقك على كلمة الأمير سعود الفيصل. الأمير سعود يقول يعني أنه الحرب دفاعية، والحرب هي اللي طلبتنا ولسنا نحن الذين طلبنا الحرب، وهذه يعني توصيف سياسي مختزل للمشهد الجيوسياسي في المنطقة خلال الأشهر الماضية، لأنه كل المراقبين السياسيين والكتاب والمحللين يعرفون كان في هجمة إيرانية على المنطقة العربية في سوريا وفي لبنان وفي العراق وفي اليمن وحتى في الدواخل العربية المستقرة. يعني كان في تبشير ثقافي وتبشير سياسي في السودان، في الأردن، في حتى في مصر. واضح أنه كان في استهتار بالقدرة العربية، بالإرادة السياسية العربية، بالطلع عمرك المخزون الحضاري العربي، بالأمن القومي العربي. عندما اجتاح الحوثيون ومعهم علي صالح حليفهم اللي أنا أصفه بالمقامر السياسي، اجتاحوا المناطق الوسطى في اليمن، احتلوا أولا صنعاء، عمران ثم صنعاء ثم المحافظات الوسطى، مأرب وشبوة والبيضة والهذا، ثم طوقوا عدن. اتضح أن هناك قرار، وقد ظهر هذا القرار في صحيفة علي صالح اليمن اليوم بعنوان اقتربت الساعة، عنوان في يوم السبت، المنشط الرئيسي لصحيفة اليمن اليوم اقتربت الساعة. يعني كان في قرار، وبالتأكيد القرار هذا وصل مجلس التعاون الذي انعقد في خمس من قياداته الرئيسية اجتمعت في الرياض يوم السبت، بالتأكيد وصلهم المعلومات قبل بيوم أو يومين، واجتمعوا لاتخاذ قرار استراتيجي لمواجهة سقوط اليمن في يد الحوثيين. سقوط اليمن يعني تهديد خطير جدا، عسكري وأمني واستراتيجي للجزيرة العربية والخليج وبالذات المملكة العربية السعودية. ورأينا أنه الناطقين الرسميين باسم الحوثي أظهروا في بعض تجليات يعني عباراتهم السياسية وتصريحاتهم إنهم لن يأتوا الرياض إلا فاتحين والفتح المؤزر، وهذه العبارات التي دلت على النوايا
السياسية لدى هذه الجماعة المتطرفة وخطورة استيلائها على اليمن بثرواته وبديمغرافيته وبقواته المسلحة وبجباله الشمة وبجغرافيته وموقعه الجيوسياسي. طبعا أمام هذا التحديد الخطير، هذا إعلان حرب سواء في التصريحات أو في السلوكيات على الأرض أو في العناوين التي صدرت من الراعي الإقليمي طهران التي قالت أننا بصدد إنشاء الإمبراطورية. هذا إعلان حرب، والزعيم السياسي الذي يعني يريد أن يحافظ على شعبه وعلى ممتلكات أمته وعلى مصالح أمته لابد أن يتخذ قرار استراتيجي. ولذلك الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه اتخذ القرار في اللحظة التاريخية المناسبة. صحيح أنها فاجأت العالم لكنها لم تفاجئنا كسعوديين، لأننا نعرف عزيمة الملك سلمان وصرامته وحسمه وعزمه، ونعرف قوة شكيمته. وأنا كنت ليلة العملية في التلفزيون السعودي، طلبوني على عجل الساعة 10:30 وقالوا نرجوك تكون عندنا بسرعة. وقلت وش الموضوع؟ قالوا بس نبي نعالج موضوع اليمن. طبعا القرار ما هو عند الزملاء في التلفزيون، إنما عندهم مناخ، وجدت عندهم مناخ مختلف. وذهبت للتلفزيون السعودي وحللنا لمدة ساعة الوضع، وكانوا يترقبون بيان لا يعرفون مضمونه طبعا، وإنما كان أنا طبعا عرفت أن الموضوع موضوع تدخل عسكري. وطبعا سخنت المقابلة مع زميلي عبد الله الشهري وهاجمت من هاجمت، ويعني شوية رفعت حدة الخطاب، ويعني وخاصة تجاه الولايات المتحدة، لأن ما كنت أعتقد أن الموقف الأمريكي بيكون معنا، لأنه أستاذ علي الموقف الأمريكي كان متواطئ مع الحوثيين. عندما تحركنا أصبح معنا، عندما أصبحنا أقوياء. نعم، عندما تحركت وعندما يعني وضعتهم أمام الأمر الواقع. وطبعا انتهت المقابلة، خرجت من التلفزيون أنتظر الخطاب البيان وذا، فتأخر بين الثانية والنص تقريبا. ولكنه في الواقع أنا عشت أجواء هذا. نعم. اسمح لي بس في فاصل قصير 30 نعم. ثانية ونعود. نعم. أهلا وسهلا بكم من جديد. أستاذ سليمان، يعني أثبت الشعب السعودي الحقيقة أنه دائما عند الحدث. ونتذكر التسعينات ونتذكر مواقف كثيرة كان الشعب السعودي يعني يلتف أمام قيادته، ولعلنا شهدنا يعني إجماع أيضا من كافة التيارات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيه أبعدوا كل الخلافات وتوحدوا من أجل الوطن، وكانوا كلهم مع هذه العاصفة. عاصفة الحزم. أنت ذكرت كنا ندردش قبل هو كيف كانت الحالة النفسية. قبل وكيف كانت بعد. بعد ما تولى الملك سلمان مقاليد الحكم، أنا لا أقصد تولي الملك سلمان، أقصد قبل العاصفة وبعد العاصفة. قبل العاصفة في الواقع كان هناك يعني نوع من الإحباط. الإحباط السياسي بالدرجة الأولى بين المواطنين وبين العرب كلهم، العرب وحنا جزء من الأمة، لأنه يشوفون التقدم الإيراني على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي وعلى مستوى الحلفاء، حتى على المستوى الثقافي، على المستوى القوى الناعمة، حتى وإيران محاصرة يعني اقتصادها يعني يتمدد في العراق وفي سوريا وفي أجزاء من الخليج، وهناك نذر
نذر طبعا اتفاق نووي بين أمريكا وإيران وما سيترتب عليه من صفقات سياسية. يعني المناخ العام لا ينبئ بأي أفق أمل، ولكنه في الواقع القيادة السياسية السعودية بزعامة الملك سلمان بن عبد العزيز كانت تعمل لإنشاء هذا التحالف الرائع. التحالف على فكرة يا أخ علي يغطي العمل العسكري، يغطيك ويريحك ويعطيك مداك في 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 استخدام القوة. ويعني كان من أبرز خصائص هذه العملية العسكرية إنشاء هذا التحالف الفريد. يعني هو الحقيقة ما هو غريب على القيادة السعودية، لكنه غريب أنه تم في سرية وتم في وقت قصير. نعم. ولم يعلم به أحد، حتى أنه يعني السودان الذي يعني رددنا طائرة رئيسه قبل أشهر، نعم، من السماء التحق بنا. هذا إنجاز سياسي. وحتى أن السودان نفسه أغلق المراكز الثقافية والاجتماعية الإيرانية في أول يوم من العملية العسكرية. هذا يعكس المهارة القيادة السياسية في إنشاء التحالف الذي يغطي العمل العسكري. نعم. اللي سيحدث زلزال استراتيجي. نعم أستاذ سليمان، على المستوى الاستراتيجي توقعات المستقبلية. أنا أعتقد أنه الزلزال أحدث نتائجه على مستوى المنطقة. المنطقة الآن كلها تأتي إليك، تأتي إلى المملكة العربية السعودية. اليوم في قائد الجيش الماليزي جاء للرياض والتقى بوزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. يعني يبدو أنه هو يبدو واضح أنه يعني بينضم للتحالف. التحالف ممكن يصل للعشرين. نعم. ممكن يكون بدل التحالف عشري تحالف عشريني. نعم. هذا التحالف سيؤسس لعدة أشياء. أولا نظام أمن قومي عربي. أتوقع أيضا أنه سيؤسس نظام أمن إقليمي للبحر الأحمر، لأن الملك سلمان شرع مع السودان، وأنا أعتقد أنه ستبدأ الاتصالات مع إريتريا لإنشاء مظلة أمنية لتطهير البحر الأحمر من التواجد الإيراني، لأن في قاعدة إيرانية في ميناء هرر الإريتري، وهذا تشكل خطر علينا، خطر طبيعة استراتيجية. سيكون هناك نظام أمن قومي عربي، نظام أمن إقليمي للبحر الأحمر، سيستدعو التحالف العربي الإسلامي، ستنضم فيه الدول الإسلامية الآسيوية وتركيا، ويمكن يكون هناك دول أفريقية. نعم. وسنشهد العصر الذهبي للمملكة العربية السعودية التي ستمثل البوابة الشرقية للأمة العربية. شكرا لك أستاذ سليمان العقيلي، رئيس تحرير صحيفة الوطن سابقا والكاتب الصحفي المعروف. شكرا لحضورك. شكرا. فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملف آخر.